وقعت هيئة الطرق والمواصلات في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع شركة هايبرلوب 1 المتخصصة في النقل السريع لتنفيذ مشروع قطار فائق السرعة يقطع المسافة بين مدينتي أبوظبي ودبي خلال 12 دقيقة. هايبرلوب دبي مشروع مرتقب مع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، ويعد من طرق النقل الأسرع في العالم، والتي تقوم على استخدام عربات أو حجرات متسارعة عبر أنابيب شبه مفرغة في الهواء للتخفيف من الاحتكاك لغرض زيادة سرعتها لتصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة. الهايبرلوب تقنية جديدة ابتكرت بتعاون المهندسين والمصممين لمدة 6 أشهر لإنتاج تصميم كامل للسفر من خلال النظام الجديد، إلى جانب انخفاض تكاليف الإنشاء والصيانة للسكك الحديدية عالية السرعة والتي تمتاز بمعايير السلامة العامة الأعلى من طائرات الركاب. وسيلة مواصلات الهايبرلوب تعد الآن من التقنيات التي تشهد كثيراً من الدراسات والأبحاث لإيجاد الطرق المناسبة والفعالة والآمنة بيئياً لتطبيقها لتتناسب والتوجه العالمي لتوظيف الابتكار والمحور الرئيس في مدن المستقبل.